بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، السيد الدكتور الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني ومجلس أمناء الحوار الوطني، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية الغربية، نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وابن جامعة طنطا البار، الأستاذ الدكتور هشام توفيق عضو أمانة التحالف الوطني، السادة ممثلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، السادة ممثلي الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالقاهرة، السادة ممثلي الجهات الرقابية والأمنية والتنفيذية، السادة أعضاء مجلس النواب وشيوخ، السادة الحضور الكرام، أهلا بكم في رحاب جامعة طنطا. واسمحوا لي أن أنا أتكلم يعني بأريحية وبدون ورق، وأتكلم في بداية كلامي، هاخد شوية وقت بعد إذن الدكتور هشام، مش هطول، بس يعني أنا عايز في البداية خالص، هيبقى جزء كبير من كلامي موجه لأولادي شباب الجامعة وشباب مصر وشباب المحافظة بشكل رئيسي، اللي هم كانوا يمكن في مرحلة ابتدائي لما حضراتكم كلكم شاهدتوا الأحداث اللي بتبدأ بها قصتنا أو قصة هذا الوطن الحديث اللي بدأت من 2011. طبعاً قصة بلدنا قصة طويلة جداً، إحنا هنركز على الفترة من 2011 للنهاردة. خلينا في عجالة في 4 دقايق أنا هحكي لكم حكاية بلدنا، أو اللي هي محافظتنا هنا كانت جزء من هذه البلد، في مشاهد يمكن ولادنا ما شافوهاش لأنهم كانوا في مرحلة يعني قد يكون مرحلة ابتدائي على ما أعتقد. يعني خلينا في البداية نقول بداية الحكاية بتاعتنا كانت ثورة عظيمة، ثورة 25 يناير سنة 2011، لما بدأ المصريين كتير منهم يحس إنه محتاج تغيير حقيقي، تغيير في المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية والحضارية والاقتصادية. كانت بداية الحلم هي بداية الحكاية، كانت هي حلم عند كل المصريين يا شباب إن نغير تغيير جوهري وحقيقي لبناء دولة حديثة قوية ومتمكنة. الحقيقة لما الشعب قام وأراد تغيير المنظومة السياسية أو النظام السياسي، كان اللي حمى الشعب كان القوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة المصرية وقفت عند إرادة الشعب بكل قوة، وحمت هذا الشعب حماية كاملة، وحمت هذه الثورة من اليوم الأول. لكن بعد فترة قصيرة اتحول الحلم ده لكابوس، بعد شهور اتحولت لفوضى وحريق وإرهاب وأشياء كثيرة. ليه؟ عشان اندس في هذه الثورة للأسف الكثير ممن كان لهم أجندات أخرى، ما كانتش الهدف تغيير النظام بإسقاط المنظومة الأمنية، لا، كان الهدف إسقاط القوات المسلحة. والقوات المسلحة في أي دولة مش مؤسسة، القوات المسلحة هي رمز سيادة أي دولة، وإسقاط القوات المسلحة هو الحقيقة إسقاط للدولة. ويمكن كلكم شفتوا الدول المحيطة بينا كان الهدف الرئيسي هو ضرب القوات المسلحة بتاعتها، وبالتالي انهارت كل هذه الدول للأسف وما بقتش موجودة إلا على الخريطة. فكان في مخطط حقيقي، مش مجرد إنه يغير النظام، لا، ده كان عايز يهد الدولة المصرية. ولذلك افتعلت المشاكل وافتعلت محاولات متعددة
التنكيل والإساءة لدرع هذا الوطن العظيم اللي هي القوات المسلحة المصرية. وبدأ إقصاء، وبدأ التفاف على الثورة، وبدأ استحواذ من جماعة معينة على هذه الثورة. مش كلنا مصريين، لا، كانت بمنطق الاحتكار السياسي. انت عارف الاحتكار في الاقتصاد، لا، جماعة حاولت تحتكر السلطة كلها، حاولت تحتكر كل شيء. وده كان منظر، صورة من صور البرلمان سنة 2011. ويمكن الصورة دي تقول لكم كتير ومعنى كبير جدا للي احنا عايزين نقوله اللي بعده. وبدأ بالرغم من كده، كانت القوات المسلحة حريصة على إرادة الشعب، واتعملت انتخابات حرة كاملة، لكن كان حرية الرأي والتعبير في انتخابات 2012. لكن الحقيقة رغم الحماس الشديد بتاعنا كان لسه الوعي عندنا مش كامل، فكانت النتيجة ان احنا اخترنا منظومة، نظام، اخترنا جماعة للأسف لم تكن مؤهلة لقيادة الدولة المصرية. بدأنا نشوف المناظر دي، معرفش الشباب شاف ده ولا لا، دي كانت الأنابيب البوتاجاز، أزمة طاقة كاملة في الدولة المصرية. أنا بحكي الكلام ده ليه؟ إحنا كلنا دلوقتي متضايقين شوية عشان الأسعار وعشان المشاكل الاقتصادية اللي الدولة المصرية مش السبب فيها قد ما النظام العالمي والمشاكل الخارجية السبب فيها. أنا بوريكم إحنا كنا فين وحجم التحديات اللي الدولة المصرية كانت موجودة فيها فعلا. دي كانت أزمة الطاقة، دي كانت محطات البنزين. أنا من القاهرة وكنت عميد لكلية الهندسة في الوقت ده، عشان آجي من القاهرة لطنطا المفروض المشوار ساعة، ساعة ونص، كنت باخد 3 و4 ساعات علشان محطات البنزين سد الطريق والناس واقفة طوابير عشان تاخد بنزين. الكلام دي صور حقيقية. دي مصر، دي مصر سنة 2012، ضلمة، أول مرة في تاريخ مصر يحصل فيها كده. النور بيتقطع، طول عمرنا النور بيتقطع، نص ساعة، 10 دقايق، كل أسبوعين، كل شهر، لكن على طول النور كان مقطوع، ما كانش فيه طاقة. اتفضل. ده المصريين وهم أزمة رغيف العيش وأزمة التموين، الكلام ده كله احنا شفناه، يمكن انتوا يا أولادي ما شفتوهوش، بس ده موجود. لو دورت هتشوف الصور دي حقيقية، ولو سألت والدك أو والدتك هيحكي لك الأزمة دي كان شكلها ايه. شايف الخناق؟ احنا كنا كده، الشعب فيه ده رأيي، والوعي رجع للمصريين وتحركوا، ولما بدأوا يصوروا وبدأوا عايزين يرفعوا صوتهم بالحرية اللي نادت بيها ثورة 25 يناير، كانت النتيجة ايه؟ اتضربوا واتهانوا من الجماعة اللي حكمت. ده كان رد فعل الاعتراض على ما وصلنا إليه، إهانات وضرب وقتل وإرهاب. خرجنا في 30 يونيو مصريين للمرة الثانية عندهم وعي كبير، عايزين نصحح المسار اللي احنا اخترناه من الأول، وقلنا لا، احنا عايزين بلدنا يحكمها المصريين، كل المصريين، مش فئة ومش جماعة تحكم دولة. خرجنا كلنا في كل حتة في مصر، في طنطا وفي المنصورة وفي القاهرة وفي الغرب، في كل المحافظات خرجت. اتفضلوا. وطلبنا زي ما احنا اللي جبنا هذا النظام، طلبنا ان احنا مش عايزينك، إرادة شعب كامل. وللأسف القوات المسلحة حاولت كتير انها تصلح، وحاولت توجه هذا النظام،
للطريق السليم والصحيح. لكن للأسف الصورة دي معبرة جدا. ده كان في المؤتمر الأخير لسيادة الرئيس كان، واللي كان وقتها محمد مرسي هو الحاكم بالجماعة بتاعته. بتدينا على طول قد إيه الاستياء من الأداء اللي كان موجود في الدولة المصرية في الوقت ده. دي صورة المصريين وهم طالعين في 30 يونيو. أكتر من 33 مليون مصري في مصر كلها، اللي للأسف البعض قال لك ده انقلاب مش ثورة. الله، طب ما هي 25 يناير كانوا مصريين وأقل من كده بكتير. برضو زي ما الجيش حمى 25 يناير حمى المصريين في 30 يونيو من إرهاب الجماعة اللي كانت بتحكم. اللي بعد، مجلس القوات المسلحة المصرية استجابت للمرة الثانية لإرادة الشعب ووقفت في ظهر الشعب. القوات المسلحة ما غيرتش النظام، الشعب هو اللي غير النظام. لكن بمين وبقوة مين وبدعم مين وبحماية من مين؟ من قواتنا المسلحة. وكان بيان القوى الوطنية في 3 يوليو اللي كان فيه كل ممثلين الأطياف المختلفة من المصريين. البيان ده هو فعلا كان بيعبر عن إرادة الشعب المصري. لكن النتيجة زي ما احنا شفنا، حملة إرهاب الشباب يمكن ما عاشهاش، لكن حملة إرهاب غير مسبوقة في مصر كلها، في مصر كلها، وقتل شهدائنا، شهدائنا، وأنا آسف أقول هم دول اللي دفعوا ثمن حماية المصريين على الحدود وفي سيناء وفي المنطقة الغربية وفي كل الأماكن. أنا بستأذنكم هنقف دقيقة حداد عليهم. شكرا لحضراتكم. احنا النهاردة اذا كان في انجازات حقيقية، الناس دي ليها فضل كبير على بلدنا وعلى كل الانجازات اللي النهاردة بنتغنى بيها. دول دفعوا ثمن ارواحهم عشان يحموا بلدنا. قوات مسلحة مش كلمة رياء، لأن كل بيت فينا في قوات مسلحة، في ضابط قوات مسلحة أو جندي أو مجند. فعلا دول رجالة صدقوا مع أهل الله عليهم. كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة المصرية. وبدأنا جيل جديد ومرحلة جديدة أثناء حرب الإرهاب. خلي بالك، اوعوا تفتكروا يا شباب ان الارهاب ده كان شهر ولا اتنين. لا، الارهاب ده بدأ من بدري، من 2012 و13 و14 و15 و16 و17. الارهاب ده استمر سنين، احنا ما حسيناش بيه عشان خاطر كان في رجالة واقفة في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وفي المنطقة الشمالية. كل العدائيات كانت حوالينا من كل ناحية، كل النواحي كان فيها عدائيات ضد الدولة المصرية. والناس دي ما حسستناش ان في مشكلة. ما جيناش في يوم من الايام نقبض مرتباتنا قالوا لنا لا والله معلش عشان ما فيش فلوس. ما جيناش مرة نروح نشتري كيس سكر ما لقيناهوش. ما جيناش مرة نجيب بنزين ما لقيناش. اللي كان فعلا شايل الدولة دي في هذه المرحلة بجد كانت قوات المسلحة. بدأنا مع سيادة الرئيس في 2014. الرجل اللي وقف مع بلدنا فعلا وحط رقبته على كفه
لأن كان ممكن جدا يحصل أحداث كتيرة جدا ومخاطر كتيرة في 30 يونيو. تحمل كل ده وكان العالم كله ضدنا تقريبا، فعلا العالم كله ضدنا. قدر بحكمته وبالسياسة الواعية للدبلوماسية المصرية إنها تحول الدفة إن العالم يفهم إن دي كانت إرادة شعب حقيقي، ومحدش كان طمعان في سلطة. السلطة كانت جهد زيادة على دولة كانت في وقتها منهارة. أي حد بيستلم دولة بهذا الحد كانت بتبقى بالنسبة له مشكلة كبيرة. بدأ البناء وبدأت رؤية مصر 2030 في كل المجالات علشان نبني جمهورية جديدة اللي احنا كنا عايزينها فعلا في 25 يناير 2011. بدأ الوعي الحقيقي. تفضل. وبدأنا نكمل المشوار اللي حضراتكم كلكم شفتوه في حكاية وطن على مدار ثلاث أيام في القاهرة بقيادة سيادة الرئيس، واتحكى لكم الحكاية بالتفصيل. أنا مش هطول فيها ولا هتكلم فيها كتير، لكن أنا بنقل ده ليه؟ عشان ولادنا اللي ما شافوش الكلام اللي أنا بقوله ده يعرفوا إن الحكاية طويلة، والحكاية إحنا ما جيناش، الحكاية كان فيها تحديات كتيرة جداً جداً، وإن التحديات اللي بنقابلها النهاردة مهما كان حجمها أقل بكتير قوي من التحديات اللي إحنا قابلناها من 2011 لحد 2017 و18. هنبدأ نتكلم عن جامعة طنطا. جامعة طنطا كانت رؤية 2030 وهي الأساس والمحرك بالمحاور الاستراتيجية الثمانية بتوعها لوضع خطة استراتيجية للجامعة خلال السنوات الأخيرة. فضل. الرؤية دي مرتبطة بتخطيط استراتيجي وإعمال الحوكمة المؤسسية، منظومات التحول الرقمي والشمول المالي، منظومات تطوير التعليم والأنشطة الطلابية، الاتصال السياسي والإعلامي بالمجتمع، دعم المشروعات الطبية، لأن الجامعة ليها دور كبير في دعم المجتمع وخاصة في الخدمات الصحية، تخطيط وتطوير منظومات الخدمات الطبية، الريادة المكانية ودعم ثقافة التميز والتنافسية، لأن جامعة طنطا جامعة عمرها 50 سنة، 51 سنة، وكانت من قبل كده بتعمل تحت جامعة أو باسم جامعة الأسكندرية من سنة 62، فهي جامعة عريقة لابد أن تتبوأ مكانتها الحقيقية. كل ده متمشي الحمد لله كان مع رؤية مصر 2030. فضل. خلال التسع سنين دول حجم الإنشاءات من 2014 ل 2023 تجاوز ال 4 مليار 227 مليون. انا بتكلم على الانشاءات فقط اللي في الجامعه، مع دوله بتحارب ودوله عندها مشاكل اقتصاديه ودوله عندها زياده سكانيه غير عاديه، لكن الدوله ما بخلتش. عايز اقول لكم مفاجاه، ان نص هذا المبلغ اللي 2 مليار اقل من نص اتصرفوا ما بين 2014 و 2020، وال 2 مليار 227 اتصرفوا في الثلاث سنين الاخيره. علشان نقول ايه؟ ان رغم كل التحديات اللي بنقابلها الدوله بتبني، وبتبني لمين؟ لاولادها ولمجتمعها. بنبني مستشفيات عشان اهلنا، وبنبني فصول وقاعات ومعامل عشان ولادنا يتعلموا افضل تعليم. اتفضل. مستشفى 900 وحضراتكم كلكم عارفينه قد ايه هو حلم لاهل المحله وسمنود والغربيه كلها، والمشروع ده شغال بالفعل ويتعدى 2 مليار جنيه. اتفضل. بسعه 600 سرير. الجامعه مش بس بتعلم طلبه، لا، الجامعه ليها دور في انها في المجتمع، ليها دور في مجابهه التحديات اللي المجتمع والمحافظه بتواجهها، زي تحدي مستشفى 57 لما علق العمل فيها كلف دولة رئيس مجلس الوزراء جامعة طنطا بالقيام بإدارة وتشغيل هذه المستشفى، وده كان تكريم
كبير من الدولة المصرية ومن القيادة السياسية للمحافظة وللجامعة إنها تقوم بهذا العمل الجليل. فضل. إحنا مش بس شغلنا مستشفى 57، إحنا في خلال 6 شهور عملنا مستشفى جديدة خالص تانية للأطفال، مستشفى جديدة. في مصر في 4 مستشفيات للأطفال، 2 للحكومة و2 جمعيات أهلية، واحدة منهم 57، 3 57 جامعة أهلية، واحدة اسمها الأورمان موجودة في الصعيد، وفي مستشفى مركز الأورام الرئيسي اللي موجود في جامعة القاهرة ده حكومة، وواحدة مستشفى حكومة كمان اللي هي تبع جامعة اسكندرية اللي موجودة في برج العرب 200 سرير. احنا ما عندناش مستشفيات أطفال كتير، اتعمل عندنا مستشفى جديدة للأطفال لسرطان الأطفال عشان دول ولادنا. لن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام خدمة التواني عن خدمة أبنائها، وإحنا جنود لهذه الدولة المصرية، ولابد أن إحنا نكون حاضرين لما يبقى فيه مشكلة. عايز أقول لكم لن تتوقف الخدمة يوم واحد في مستشفيات 57، 357 في الغربية. فضل. مستشفى الجراحات الجديدة 760 سرير. خليني أقول حاجة مهمة جداً، إن كل عدد الأسرة اللي كان موجود في جامعة طنطا على مدار 50 سنة كان 2011 سرير، النهاردة إحنا بنتكلم في أكتر من 3000 سرير بفضل الله سبحانه وتعالى، وخلال السنوات الأخيرة بالذات منهم 760 سرير دخلوا على مستشفى. أنا أتحدى إن في مستشفى خاص في مصر بالتجهيزات وبالرقي اللي حضراتكم لو زرتوا المستشفى دي تشوفوه. فضل. مستشفى التعليمي 465 سرير، دي احد انجازات ال9 سنين اللي مضت. دي مستشفى دولي وعالمي، مستشفى ضخمه وتستكمل الامكانيه استكمالها ال1000 سرير موجوده. فضل. مستشفى جراحه الكلى والمسالك كمركز تميز علمي 200 سرير، المستشفى دي من احدث المستشفيات، عايز اقول على المستوى الدولي مش على المستوى المحلي، بتفتتح ان شاء الله خلال ايام. اتفضل. مستشفى الطوارئ، كلكم في الغربيه عارفين ان عندنا مشكله في الطوارئ، ووحده الطوارئ اللي موجوده دي مش مستشفى، دي وحده حتى ملهاش كود مؤسسي في وزاره التخطيط، يعني ملهاش ميزانيه. بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا نجيب تكوين مؤسسي من وزارة التخطيط وميزانية لمستشفى دولي على احدث مستوى، النهاردة اتطرحت وبتتبني بالفعل هذه المستشفى، وخلال ان شاء الله اقل من 2 سنين هتكون المستشفى دي مجهزة وبتشتغل. اتفضل. مستشفى الصدر 200 سرير، برضو ما فيش الا في جامعة عين شمس مستشفى للصدر، وجامعة طنطا فقط اللي عندها مستشفى ديديكيتد للصدر. فضل. مركز السكتة الدماغية، جامعة طنطا تتميز بين جميع جامعات مصر بهذا المستوى المتقدم من الخدمات الصحية في مجال النيوروسيرجري ومجال العلوم الخاصة بالمخ. إعادة تأهيل، عملنا كلية كاملة للفنون التطبيقية مختصة معالي الوزير بالغزل والنسيج علشان تخدم مصانع الغزل والنسيج بمصنع مصر الغزل والنسيج في المحلة الكبرى. الكلية دي استقبلت طلابها، وعايز اقول لكم انها خدت مجموع اعلى من مجموع كلية الفنون التطبيقية الام اللي في القاهرة. فضل. مباني كتيره اتبنت، ده مبنى اتبنى سنه 2020 واتفتح 22 في كليه الهندسه. اتفضل. مباني المبنى ده كله اتبنى في 9 سنين ده متعلق. مباني الاداره، اذكر كلمه معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لما راح زار جامعه طنطا، كان بيزورنا في 2019 وشاف مباني كلية الهندسة، قال دي جامعة مش كلية، كلية الهندسة وكلية الطب مصنفين على المستوى الدولي في التايمز الإنجليزية. اتفضلوا. مباني المدرجات، مباني واختبارات إلكترونية، كلام دي كل دي منشآت يا جماعة 4,227,000,000 في جامعة واحدة من 27 جامعة حكومية. اتفضل.
إدارة الجامعة، المباني الإدارية الجديدة، تطوير البنية التحتية في المجمع الطبي كله، مركز الاختبارات الإلكترونية سنة 21، مباني مدرجات بدأنا في سنة 18 وخلصنا في 22 افتتح، مبنى الدراسات العليا في كلية الحقوق بدأ 2016 وانتهى في 2023، قناة جامعة طنطا الفضائية دي أول قناة فضائية على مستوى متميز جداً بيقدم خدماته لأولادنا، مش بس بيقدم الخدمات التعليمية ولكن كمان خدمات الوعي القومي وبناء الوعي السديد. تفضل. أحدث وحدة روبوت في العالم موجودة عندنا في جامعة طنطا، مش موجودة في أي حتة في الشرق الأوسط. أحدث جهاز روبوت، وده استوردناه سنة 21 وركبناه 23. تفضل. وحدة نظم إدارة التعليم عن بعد. تفضل كمل. المراكز الجامعية للتطوير المهني، مركز الخدمات طلاب الوافدين، مراكز رعاية الموهوبين، كل هذه الخدمات الحقيقة، كل هذه المنشآت وغيرها. احنا اخترنا حاجات سريعة يا دكتور هشام، هو فين دكتور هشام؟ علشان يعني نكون ايه، ما ناخدش وقت طويل، واحنا طبعا كنا متفقين مع الدكتور هشام على 10 دقايق، بس هو هيسمح لنا في ربع ساعة زيادة. فاحنا انا بوريكم حجم المنشآت، واحنا ايه، في حرب على الارهاب، وفي اقتصاد، في مشاكل نتيجة العالم، مشاكل العالم الخارجي اللي بتنعكس علينا، لكن الدولة ما وقفتش. انا هقول لكم حاجة، ومعالي النواب، مجلس النواب والشيوخ يذكروها، كنا في مجلس النواب بنناقش ميزانية موازنة، الموازنة التقديرية للجامعة هذا العام. اكيد حضراتكم تتوقعوا ان الموازنه دي تبقى اقل من السنه اللي فاتت او اللي قبلها نتيجه الظروف اللي احنا فيها، صح ولا لا؟ حد يقدر يعترض ساعتها؟ يعني لو جه قال والله انت كنت واخد مليار، هنديك معلش 800 مليون عشان الظروف الاقتصاديه، مش ده الطبيعي؟ تصدقوا ان الميزانيه الموازنه زادت عن السنه اللي فاتت؟ فالدوله يا جماعه ما بتبخلش، بتعمل اقصى شيء، اقصى شيء عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نبني مستشفيات، نبني مدارس، نبني قاعات تعليم، نشتري أجهزة حديثة زي الروبوتس والكلام ده. أنا هدي نموذج سريع في قطاعات، في 9 سنوات من الإنجاز في القطاعات. تفضل. هديك بالنسبة للتعليم، إحنا كان عدد الطلاب الوافدين عندنا اللي بيخش 790 طالب، النهاردة بيخش 2260، يعني حوالي ضعفين ما كان بيخش. كان عندنا 13 كلية، النهاردة 15. البرامج المميزة اللي هي أحدث حاجة في المفروض تتناسب مع سوق العمل، كانوا موجود 4 برامج، النهاردة في 30 برنامج. كان عندنا عدد الطلاب اللي بيشاركوا في محو الأمية 0، النهاردة عندنا 38,953 طالب بيشارك في محو الأمية. عدد الطلاب المشاركين في الأنشطة الطلابية زاد من 11,000 ل 96,000، يعني 7 أضعاف ما كان عليه، أكتر من 7 أضعاف. عدد الطلاب المقيدين في البرامج المميزة كانوا 4، أقل من 5%. طب إيه قيمة ده؟ النهاردة هم 22%، معناه إن ده برضو بيشيل من على عبء الدولة على الصرف على أبنائها. يعني أنا الفلوس دي بتتحول لخدمات أكتر. انا دلوقتي عندي 24%، يعني حوالي ربع الطلاب اللي في الجامعه تقريبا بيصرفوا على نفسهم في العمليه التعليميه، وبالتالي كان عندي قبل كده في مقابل 4% او 5%. نسبه المحاضرات في التعليم عن بعد، ما كانش في تعليم عن بعد، احنا عندنا 49% من اجمالي الساعات النهارده تعليم عن بعد. ايه قيمه التعليم عن بعد؟ قيمة التعليم عن بعد ان انا بقلل الازدحام، بقلل الحركة في الشوارع، بقلل استهلاك البنزين، بقلل حاجات كتيرة جدا. اتفضل بعده. شؤون الدراسات العليا، كان عندنا 210 بحث منشور سنة 14 210، النهاردة احنا عندنا 3,253. 2% في ستانفورد اللي هم احسن علماء في العالم، عدد العلماء في 2014 كان 0،
النهارده احنا بنتكلم على 38 عالم السنه دي، والسنه اللي فاتت كان في رقم تاني. عدد المشروعات البحثيه كان 8، النهارده 65 مشروع بحثي. استحداث حزمه من الاجراءات لزياده النشر الدولي. احنا بنحاول نجد مكان حقيقي للجامعه في وسط المجتمع العلمي الدولي. اتفضل. مجتمع القوافل اللي بتنظمها جامعه طنطا وبتشارك فيها في حياه كريمه، وصلنا لألف قافله. احنا عايزين نقول احنا بنفتخر ان احنا الجامعه الاولى على مستوى مصر فعلا التي بتقدم في خلال 3 سنوات بس منذ نشاه المشروع 1000 قافله لحد الان، بمعدل قافله كل يوم. في مقابل طبعا كان 9 قوافل ما كانش لسه في حياه كريمه من 9 سنين، فالعدد ده عدد الحالات المستفيده 780,799 مواطن من اهلنا، في مقابل قبل كده كان 13,000. عدد الطلاب اللي كانوا بيشاركوا 91,000. يا جماعه انا عايز اقول حاجه، احنا حريصين في جامعه طنطا على مشاركه ولادنا معانا في كل حاجه وفي كل الانشطه وفي كل الخدمات اللي بنقدمها لاهلنا في القرى والنجوع والاماكن النائيه. ليه؟ لان هو ده اللي هيخلق الوعي الحقيقي عند الشباب. الوعي عمره ما هيبقى بالكلام، او الانتماء عمره ما هيبقى بان انا اقول لك انتمي لوطنك، لا، الانتماء هيجي من الوعي ومن معرفه الحقيقه، ويعرف التحديات اللي بتقابل بلده فعلا، ايه المشاكل اللي في بلده. هي ما تبقاش المشاكل كلها منحصره في الامور السياسيه وفي الراي السياسي، لا، عشان يكون عندك راي سياسي حقيقي ومحترم لازم يبنى على معلومه حقيقيه. في تحديات في بلدنا كتيره، في ناس ما كانوش قبل حياه كريمه دول يلاقي انه يشرب ميه نظيفه، مش لاقي مسكن راقي، مش لاقي الكلام ده كله. شبابنا لازم يعرف التحديات الحقيقيه اللي موجوده في الوطن، ويعرف حجم الانجازات اللي الدوله بتبذلها علشان ترفع من مستوى المواطن المصري وتعيشه فعلا حياه كريمه مش مجرد كلام. احنا عندنا حاجات كتيره جدا، وزي ما سياده الرئيس قال لماكرون من حوالي 4 سنين في المؤتمر اللي عقد كان في 19 يناير، قال له ان الحريه والحياه الكريمه مش مرتبطه فقط بالجوانب السياسية، لا، دي مرتبطة بحوامل كتيرة جدا. يمكن انتوا حلتوا كل الحاجات دي، لكن احنا لسه عندنا تحديات بنقابلها، وجزء كبير منها زيادة السكان المطرد اللي بيأكل دائما محاولاتنا في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة. فعشان كده احنا شبابنا لازم بناخده معانا ويشوف ويتفرج، يشوف التحديات ويشوف الإمكانيات اللي عندنا ويشوف الدولة بتعمل إيه بالفعل. المستشفيات الجامعية، إحنا كان عندنا 5 مستشفيات من 9 سنين، النهاردة عندنا 13 مستشفى. كان عندنا 1500 سرير، 1538 سرير من 9 سنين، 1593 بقوا 2011. إمتى؟ في 2020. النهاردة هم 3097 سرير، 3097. شايفين معدل سرعة الإنجاز؟ يعني لما يكون اتبنى في 50 سنة أو 40 سنة اتبنى 15,000 سرير، وفي 9 سنين اتبنى قدهم. وبرضه أقول مش هننسى في الباك جراوند إن في ال9 سنين دول حجم التحديات اللي كانت عند الدولة غير مسبوقة. كنا بنعالج 300,000 واحد في 2014 في السنة، احنا السنة اللي فاتت معالجين حوالي 1.5 مليون. ده عشان خاطر اهلنا، احنا مش بنعالج حد ما نعرفوش. ما هو انا ممكن ابقى عيان، وممكن ابني، وممكن اخويا، وممكن زوجتي. احنا مش منع على اهلنا ابدا، ده واجب. احنا هنا، وانا دايما بقول لكل زمايلي، احنا خدامين للشعب المصري ولاهلنا حقيقي. الحوكمه دي اهم شيء انا بعتقده
وجود حوكمة إدارية ومالية ومعرفية جوه المنظومة أي مؤسسة هو اللي بيحقق أداء أعلى، بيحقق الشفافية، بيحقق منع الفساد أو تقليل الفساد الإداري أو المالي جوه المؤسسة، وبيحقق أداء متطور جداً. لما بدأنا ناخد بإجراءات الحوكمة منذ 3 سنوات ارتفعت موازنة الجامعة، كانت أقل من 1 مليار في 2014، النهاردة بتدخلين على 2.5 مليار. طبعاً الدولة عمرها ما بتديك فلوس إلا إذا كنت أنت بتصرفها، وبتصرفها في عمليات زي ما قلنا البناء والتطوير وغيره. الموارد الذاتية يعني الفلوس اللي الجامعة كانت بتعرف تطلعها، كنا بنعرف نطلع 74 مليون جنيه بس. احنا السنه اللي فاتت مطلعين 746 مليون، يعني 10 اضعاف اللي كنا بنعرف ننتجه مع الظروف الاقتصاديه الصعبه. يعني انا بقول لك ال 700 وشويه مليون دول مع الظروف الصعبه جدا اللي احنا بنواجهها، فده تحدي كبير وده حقيقي انجاز. انا بحيي كل عضو وكل زميل ليا في جامعة طنطا وكل المساعدين لرئيس الجامعة وكل أعضاء التدريس والعاملين في الجامعة إن هم فعلاً قدروا يحققوا هذا الإنجاز العظيم. كناش بنعرف نحصل الرسوم من ولادنا، الرسوم الدراسية مش ضغط على ولادي أبداً. اللي ما بيقدرش يحصل النهاردة عاملين اتفاقيات مع البنوك بتدفع عنه، لكن البعض أنا آسف بيكسل إنه يدفع، يعني عنده استعداد يدفع في الكتاب الدراسي لكن ما يدفعش الرسوم البسيطة اللي الدولة محدداها. النهاردة احنا عندنا نسبة تحصيل 98%، كان قبل كده 34%. يعني انت متخيل كنا بنحصل مثلا 32 مليون جنيه، احنا بنحصل السنة اللي فاتت يا دكتور أحمد 32 مليون وانت أستاذنا وعارف، النهاردة بنحصل 367 مليون. بنعمل بيهم ايه؟ بنعمل بيهم انشاءات، وبنعمل بيهم خدمات لأولادنا، وبنعمل بيهم رعاية صحية لأولادنا، وبنعمل بيهم أنشطة طلابية، وبنشيل من على كاهل الموازنة العامة بتاعت الدولة. فضل بعد الحوكمة الإدارية، احنا كلنا والشباب عندهم للأسف هذا الموروث، ما عندناش ثقة قوي في المؤسسات بتاعتنا. يقول لك والله ده اصله هيجي بالواسطة، لا ده اصل ده عشان يبقى مدير مركز. حتى اعضاء التدريس احنا عملنا منظومة الكترونية محوكمة بشكل كامل لاختيار القيادات، معايير محددة ويمكن قياسها لما بنحتاج اي منصب بنعلن عنه على موقع الجامعة بكل المواصفات، التوصيف الوظيفي والمطلوب هيعمل ايه، وفي نفس الوقت معايير التقييم وبيتم تقييمه من خلال لجان محترمة من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات السابقين، وثم يتم اختبار المهارات القيادية بتاعته من خلال برامج كمبيوتر على أعلى مستوى من التميز، بحيث لما بنختار قيادة أو بنختار حد يدير حاجة بيختارها بشكل موضوعي. فضل. مع قياس طبعا الأداء الوظيفي بشكل كامل ووضع أهداف استراتيجية لكل مؤسسة صغيرة جوه مؤسسة الجامعة. الحوكمة المعرفية دي اللي هي المنظومة الإلكترونية، أنا بيسعدني وبيشرفني أقول لحضراتكم، والنهاردة يمكن الهدية اللي هقولها إن إحنا بنعلن جامعة طنطا جامعة رقمية حقيقي. إحنا حققنا أكتر من 80% من رقمنة الجامعة بشكل كامل، وخليني أقول الكلام ده مش مجرد كلام، إحنا الجامعة الوحيدة اللي حصلت مرتين على جائزة مصر في جائزة مصر في التميز الحكومي في مجال المنظومات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية. الجامعة الوحيدة اللي حصلت على هذا مرتين متتاليتين العام الماضي والعام السابق، والجامعة الوحيدة اللي تمتلك براءات اختراع متميزة في منصات متعددة. احنا عندنا 139 منصة بتقدم حتى الخدمات الحكومية بتقدم من خلالها. الجامعة كان هوريك رقم، احنا كان عندنا 8 خوادم سيرفرز من حوالي 3 سنين، يعني احنا
قعدنا من 14 لحد 20 كان عندنا 8 خوادم 8 سيرفرز. النهاردة احنا عندنا 56 سيرفر. كان عندنا سرعة الانترنت 200، النهاردة 1000. الانفاق على التكنولوجيا الفائقة، ما كناش بننفق على التكنولوجيا الفائقة، احنا صرفنا في اخر 3 سنين 120 مليون جنيه على التكنولوجيا الفائقة. البروسيسورز كان عندنا 300 بروسيسور، النهاردة عندنا اكتر من 3000 بروسيسور. احنا عملنا بنية الكترونية خلال السنوات الاخيرة في جامعة طنطا. الحقيقة نفتخر كلنا بان الجامعة بقت تقريبا كلها ديجيتال ورقمية، حتى الكروت الرقمية، البوابات الالكترونية، التعليم عن بعد واللي بيتم مراقبته من خلال دي ال ام اس اللي هي وحدة عاملة زي غرف العمليات بنشوف فيها على الشاشات كل استاذ بيدرس للطلبة بتوعه دلوقتي، وبنشوف بيخش امتى وبيخرج امتى ولو حصل مشكلة بتحصل ازاي، وبيتم يعني كتابة تقارير وعمل ايفاليويشن لهذه المنظومة. الحقيقة الجامعة بذلت مجهود كبير وتحولت لجامعة رقمية حقيقية. جودة الحياة، الجامعة جهزت، احنا خدنا 11 مرة جوائز تميز داخلي على مستوى الدولة. عدد المستفيدين من الخدمات الصحية كان 19000 بقى 56000. عدد مراكز الجامعة للتطوير المهني ما كانش عندنا، بقى عندنا 3 مراكز وبيتبني مركز رابع. الثلاث مراكز بالتعاون مع الوكالة الأمريكية. والحقيقة خلينا أقول إن احنا بنبذل كل الجهد علشان تطوير مهارات الشباب. ليه؟ عشان ده اللي بيعمل، اللي بيخلي الشاب عنده القدرة ان هو لو ما لقاش عمل في مجال تخصصه انه يعمل شيفتنج ويقدر ان هو يشتغل في تخصص اخر بمهارات احنا نكون اكسبناها له خلال فتره تواجده جوه الجامعه. اللي بعد، التميز والتنافسيه والمكانه الرياديه. على فكره المكانه الرياديه هي المستهدف الثامن في رؤيه مصر 2030. لن يكون لنا مكان في المستقبل إلا إذا كان لنا مكانة ريادية. لابد إن إحنا نكون حريصين على بس روح التنافس والتطوير، وإن إحنا نحس إن إحنا متميزين. جامعة طنطا لابد أن تستشعر ذلك. والحقيقة كان التشريف الكبير لجامعة طنطا إن تم إلقاء كلمة من رئيس هذه الجامعة اللي هو أنا أمام فخامة الرئيس في المؤتمر في المجلس الأعلى للجامعات، الرئيس يعني كان رئيسه سيادة الرئيس في الإسماعيلية. كان اقتصر الكلمات على جامعة القاهرة والأسكندرية، وكان طبيعي أن القاهرة والأسكندرية أقدم جامعتين في مصر. وجامعة طنطا الحقيقة تشرفت بأن احنا عرضنا قدام فخامة الرئيس بعض إنجازاتنا عن خدمة المجتمع وعن فكرة الوعي القومي السديد وطريقة جامعة طنطا أو الأسلوب اللي اتبعته جامعة طنطا في بناء وعي حقيقي عند الشباب، اللي هو احنا بنقول عليه دايماً. وأنا قلت هذه الكلمة أمام سيادة الرئيس إن ده شباب الجمهورية الجديدة اللي احنا بنفتخر بيه، واللي فعلاً هننام واحنا مطمئنين ان احنا في يوم من الايام بنسلم بلدنا لاولادنا اللي هم عندهم قدر كبير من الوعي الحقيقي اللي هيقدروا يحافظوا على انجازات الفتره اللي احنا فيها ويبنوا عليها ان شاء الله. عدد الجوائز الحكوميه طبعا خدنا 7 جوائز. عدد براءات الاختراع كان 11 بقوا 236 اختراع. تصنيف الجامعه في شنغهاي في العلوم الزراعية احنا نمرة 1 على الشرق الأوسط. تصنيف الجامعة في شنغهاي في التكنولوجيا الحيوية، تصنيف شنغهاي وكيو اس أول مرة نظهر فيهم الثلاث سنين الأخيرة كجامعة، ودول أكبر تصنيفين في العالم. ولي الشرف أن تم اختياري كمحكم دولي في الكيو اس، وده تقدير للجامعة اللي أنا بنتمي ليها واللي أنا ابن من أبنائها.
حتى لو أنا مش خريج منها، لكن أنا ابن من أبنائها. إنجازات كتيرة في مجال إن إحنا يكون لنا مكان حقيقي جوه بلدنا في وسط الجامعات، ويكون لنا مكان على المستوى الدولي. ده تم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود أبناء هذه الجامعة العظيمة. فضل في الآخر إحنا بنحكينا حكاية سريعة، ما أعرفش أنا خدت وقت طويل جدا دكتور هشام، أنا آسف، بس يعني بس أرجو إن الرسالة تكون وصلت يا جماعة. ده إنجازات، وهنستكمل أو هتستكمل الإنجازات دي باللي جاي معانا واللي جاي ورانا، كلنا بنكمل فوق بعض إنجازات لبلدنا عشان تبقى فعلا مصر قلب الدنيا زي ما سيادة الرئيس. شكرا جزيلا لحضرتك.